رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. فيتو الاثنين الصبح يترأس الدورة 63 للمكتب التنفيذي لوزراء الرياضة العرب. اليوم السابع المنتخب يدرس خوض 3 وديات في يونيو قبل أفريقيا. يورو سبورت عربية، رئيس الجبلاية يستعد لجلسة حاسمة مع مدرب منتخب مصر. جول بصابر مواجهة مصر لحظة رائعة والجماهير ستضع عليهم ضغط. سوبر كورة، عامر عامر يبدأ أولى مراحل التأهيل للعودة للمباريات. البوابة سبورت، محمد مصلحي لا مكان لأي مقصر في الاتحاد السكندري. الشروق، تغيير موعد لقاء ليفربول ونيوكاسل بسبب مواجهة برشلونة. مبتدأ، 49 مليون جنيه استرليني مكافأة ليفربول للفوز على برشلونة. في الجول، أسطورة ليفربول صلاح بإمكانه أن يكون سبب في تتويجنا بالدوري. يلا كورة، صلاح خارج القائمة، رابطة اللاعبين المحترفين تعلن المرشحين الأفضل في إنجلترا. بوابة أخبار اليوم، غزال ينتظر مشاركة جديدة مع فيرانسي أمام راجا اليوم. آس رونالدو يرد على شائعات رحيله عن اليوفي. سبورت 360، ماندركيتش يسخر من شائعات الخلاف مع مدرب يوفنتوس. سكاي نيوز، مدرب باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار. كورة، قرار إريكسن يمهد الطريق لريال مدريد. بطولات، كوتينيو فرصة اللعب مع ميسي متعة كبيرة وسواريز ساعدني كثيرا. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار، ونبتدي بالاخبار المحليه. نبتدي مع موقع فيتو لقال ان تنطلق الاثنين المقبل 22 ابريل فعاليات اجتماع الدوره 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضه العرب برئاسه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه. بيتضمن جدول اعمال الاجتماع استعراض الدكتور اشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضه العرب تقرير وزارة الشباب والرياضة المصرية حول فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، وتقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرض حول فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي لعام 2019، إلى جانب تنفيذ اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية. كما تشهد فعاليات الدورة ختام القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018 وتسليم العاصمة إلى الجمهورية التونسية. كمان اليوم السابع قال إن بيدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أغيري خوض 3 وديات خلال معسكر الفراعنة النهائي واللي هينطلق يوم 5 يونيو ويستمر لحد ميعاد انطلاق بطولة أفريقيا المحدد ليها يوم 21 يونيو، واللي طبعا بتستضيفها مصر بدل وديتين، خصوصا طبعا بعد وصول أكثر من عرض من عدد من المنتخبات لمواجهة الفراعنة قبل البطولة. هيحسم الجهاز الفني للمنتخب مع الجهاز الإداري بقيادة إيهاب الهيطة الوديات خلال الساعات اللي جاية، بحيث بيتم خوض وديتين مع منتخبين تصنيف ثالث وثاني، على أن تكون ودية ثالثة مع منتخب من التصنيف الأول أو التصنيف الثاني القوي، خصوصا طبعا المنتخب هيبدأ المعسكر يوم 5 وعنده رغبة أجاري إن هو يجرب أكثر من لاعب قبل الإعلان عن القائمة النهائية يوم 11 يونيو على أن يخوض الودية الثالثة بالتشكيل الأساسي للمنتخب. يورو سبورت عربية قالت إن بيعقد المهندس هاني أبوريدا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الجاري جلسة مع المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بحضور المهندس إيهاب الهيطة مدير المنتخب، وده عشان يبحثوا استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأفريقية اللي جاية، وكان المفروض إن يتم عقد الجلسة دي يوم الثلاثاء اللي فات، ولكن قرر أبوريدا تأجيلها بسبب انشغاله بالتجهيز للبطولة واللي بتنظمها مصر من الفترة 21 يونيو لحد 19 يوليو يورو اللي جاي. وبيطلب أجيري من رئيس اتحاد الكورة خلال الجلسة دي ان هو يخوض احد الوديات على ملعب استاد القاهرة وبحضور جمهور كمان عشان تكون بروفة حقيقية قبل ما تنطلق البطولة الأفريقية، وعشان طبعا يتعود كمان اللعيبة على أرضية الملعب، خصوصا ان الاستاد مغلق بقاله فترة طويلة جدا. موقع جول كمان قال ان اتكلم بصابر المدير الفني للمنتخب الاوغندي عن معرفته بمصر بحكم قيادته للاسماعيلي في وقت سابق قبل مواجهتهم في افريقيا اللي جايه، وقال بصابر في تصريحات تلفزيونيه: نعم اللعب ضد مصر هي لحظه رائعه لانها البلد المستضيفه للبطوله، ولكن سيقع عليهم ضغط في وجود المشجعين في هذا البلد، ومواجهه مصر ستكون هي الافضل لنا في المجموعه، ونحن نحتاج الى بعض النقاط في اول وثاني مباراه. وقال كمان مدرب الاسماعيلي السابق: اعتقد انه من المهم معرفه البلد بعد ان عملت في الاسماعيلي من قبل، واعرف الملعب والتدريب والفنادق هناك. موقع سوبر كوره كمان قال ان بدأ عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي بمنتخب مصر فترة التأهيل الأولى على ملعب المصانع الحربية التابع لنادي الانتاج. أجرى عامر عامر جراحة بعد إصابته بقطع جزء في الرباط الداخلي للركبة اللي تعرض ليها خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة النيجر في التصفيات المؤهلة أفريقيا 2019، وكمان لقاء نيجيريا الودي واللي أقيم الشهر اللي فات. هاني أبوريدا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على مقترح الجهاز الفني المنتخب الوطني واللي تقدم به إيهاب الهيطة مدير المنتخب عشان يتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس واللي أصيب خلال معسكر المنتخب. كمان البوابة سبورت قالت ان اعلن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رفضه التام لوجود اي مقصر ضمن صفوف الفريق السكندري، خصوصا في ظل الدعم والمسانده المستمره، فضلا عن توفير كل الظروف المناسبه لتوفير الاستمرار. بيعاني الفريق السكندري من سلسله من النتائج السلبيه خلال المباريات الاخيره في مشواره في الدوري المصري الممتاز، خسر زعيم الثغر قصاد النادي الاهلي وبتروجيت وبيراميدز، وتعادل مع مصر المقاصه، وبيحتل دلوقتي الاتحاد السكندري المركز ال12 برصيد 33 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها لحد دلوقتي. فاز في 7 مباريات، اتعادل في 12 مباراة، وخسر في 11 مباراة. نروح للأخبار العالمية وهنبتديها من الشروق اللي قالت إن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تغيير ميعاد مباراته قصاد نيوكاسل يونايتد في البريمير ليج نظرا لوجود الفريق لبرشلونة أو توجه الفريق لبرشلونة الأسباني في دوري أبطال أوروبا. تم تغيير ميعاد المباراة من يوم الأحد 5 مايو للسبت 4 مايو عشان يدوا مزيد من الوقت للريدز للاستعداد لمباراة برشلونة. هيواجه فريق ليفربول يوم 1 مايو المقبل على ملعب الكامب نو في برشلونة الاسباني في ذهاب نص نهائي دوري ابطال اوروبا. هتكون كمان مباراه الاياب على ملعب انفيلد يوم 7 مايو القادم. كمان موقع مبتدأ قال ان كشفت تقارير اسبانيه قيمه المكافآت اللي حصل عليها ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في حاله الوصول لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي. قالت صحيفه اصل اسبانيه ان ليفربول يحصل حتى الان على 37 مليون جنيه استرليني، وقالت كمان انه لو تمكن ليفربول من الصعود لنهائي دوري ابطال اوروبا وتغلب على برشلونه في نصف النهائي هيحصل الريدز على 49 مليون جنيه استرليني، وان مكافاه الحصول على دوري أبطال أوروبا لم يتم تحديدها بعد مع الرعاة. موقع في الجول كمان قال ان إيرون راش اسطوره ليفربول الانجليزي قال ان محمد صلاح يقدر ان هو يكون سبب في تتويج ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج في الموسم الحالي. قال راش في تصريحات لشبكه سكاي سبورتس: ربما ان ساديو ماني كان المهاجم الرائع بالنسبه لليفربول هذا الموسم، لكن من المؤكد ان صلاح ما زال هو اللاعب الذي بامكانه ان يجعل ليفربول بطل للبريمير ليج هذا الموسم. قال كمان: صلاح كان بمستوى اقل هذا الموسم عن الموسم الماضي ولم سجل نفس عدد الأهداف، لكنه في الموسم الماضي كان خارقا، ولا أظن أنه حصل على التقدير المناسب له أو التقدير المناسب لما قدمه لهذا الموسم. وكمان قال في المقابل أعتقد أن هدفي صلاح أمام ساوثهامبتون ثم تشيلسي أنعشا مجددا وأعاد له الثقة قبل مباريات الفريق المقبلة. وفي نهاية حديثه عن محمد صلاح قال في اعتقادي أن صلاح أصبح أكثر نضجا هذا الموسم، لقد أصبح لاعب كرة قدم أكثر اكتمالا. موقع يلا كورة كمان قال إن أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. شهدت القائمة خروج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تحقيقه للجائزة في الموسم الماضي. توج صلاح بالجائزة في الموسم الماضي متفوق على كيفين دي بروين وهاري كين ولروي ساني وليفيد سولفا وديفيد دخيا. وشهدت القائمة النهائية للجائزة في الموسم الحالي تواجد 6 لعيبة وهم سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي، فيرجيل فان ديك من ليفربول وإيدن هازارد من تشيلسي، ساديو ماني من ليفربول وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي ورحيم ستيرلينج من المان سيتي. كمان بوابة أخبار اليوم اتكلمت عن علي غزال مدافع منتخب مصر ونادي فيرانسي اللي عنده مباراة جديدة مع فريقه النهارده يوم السبت أمام سبورتنج براغا على ملعب مارسوليان في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري البرتغالي الممتاز. انتقل علي غزال لفيرانسي خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت، قادم من فانكوفر وايت كابس الكندي، وبيتذيل دلوقتي فيرانسي ترتيب أندية الدوري البرتغالي وبرصيد 15 نقطة بس. كمان موقع اسال ان اشارت تقارير صحفيه ان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي عنده رغبه في البقاء داخل ملعب يوفنتوس ارينا على الرغم من خروج فريقه من بطوله دوري ابطال اوروبا. وضع طبعا البيانكونيري بطوله الشامبيونز ليج على ايد اياكس امستردام الهولندي بعد الهزيمه ب2 مقابل هدف في مباراة الإياب. وبعد خروج يوفنتوس ظهرت طبعا العديد من الشائعات بتؤكد رحيل كريستيانو رونالدو عن السيدة العجوز بعد ما فشل في تحقيق لقب البطولة المفضلة عنده بعدها طبعا، أو كان هو حققها قبل كده مع ريال مدريد فريقه السابق 4 مرات منها 3 مرات أو 3 مواسم على التوالي، وآخرها طبعا كان قبل رحيله في الصيف اللي فات. وأكدت صحيفة تاتو سبورت عبر غلافها الرئيسي صباح اليوم يوم السبت بقاء النجم البرتغالي في إيطاليا ونفت نيته بالرحيل عن متصدر الدوري الإيطالي اليوفنتوس. وكتبت الصحيفة عنوان على غلافها في تصريحات على لسان كريستيانو رونالدو وقالت بالنسبة لي يوجد يوفنتوس فقط. موقع كمان سبورت 360 قال ان سخر ماريو ماندركيتش مهاجم يوفنتوس من الاشاعات اللي انتشرت خلال الساعات اللي فاتت في الصحف الايطاليه بشان وجود خلافات حاده مع المدرب ماسيميليانو أليجري وتاكد غياب اللاعب الكرواتي عن الملاعب لحد نهايه الموسم بسبب الاصابه. لكن صحيفه لا ستامبا وكوريير ديلا سيرا أشارت بأن بأن إصابة اللاعب مش هي بس السبب الحقيقي وراء غيابه. كمان قالت المصادر أن استبعاد ماندركيتش من تشكيلة فريق السيدة العجوز لحد نهاية الموسم الجاري جه بسبب خلافات مع ماسيميليانو أليجري واللي قرر عدم الاعتماد عليه لحد إشعار آخر. سخر اللاعب الكرواتي من التقارير دي، وده كان من خلال حسابه الشخصي على تويتر عمل ريشير أو أعاد نشر تغريدة التقرير اللي اتكتب وحط وش بيضحك عليه. كمان سكاي نيوز قالت ان المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخل يوم السبت اللي فات اتكلم وقال ان المهاجم البرازيلي نيمار قد يعود للمشاركه مع الفريق قصاد موناكو في الدوري الفرنسي يوم الاحد اللي جاي. قال توخل خلال مؤتمر صحفي عن نيمار انه بيعمل بجديه وبحاله ذهنيه جيده يمكن ان نستعيده غدا. وقالت كمان صحيفه لو باريزيان ان نيمار عمل بكل جديه على مدار الاسبوع الجاري لدرجه اجبرت توخل انه يضم لقائمة المباراة. ولفتت كمان إلى أن نيمار عاد للمشاركة في المباريات في الموسم الماضي بعد ما تخلص من الإصابة نفسها في غضون 3 شهور. هيغيب نيمار عن الملاعب أو بيغيب من ساعة إصابته في قدمه، وده كان في شهر يناير اللي فات. موقع الكوره كمان قال ان اتخذ كريستن إريكسن نجم توتنهام قرار مهم جدا ممكن يؤثر على الميركاتو الصيفي اللي جاي لريال مدريد. قال موقع ديفانس سنترال الاسباني اليوم السبت ان إريكسن قرر عدم تجديد عقده مع توتنهام واللي بينتهي بنهايه الموسم المقبل، وده اللي بيفتح الباب قصاد امكانيه انتقاله ورجوعه مره ثانيه لنادي الملكي. وقرار إريكسن او قرار إريكسن ده جه بسبب سوء علاقته باداره سبيرز، خصوصا دانيال ليفي رئيس النادي اللي اكد الموقع ان هم ما بيتكلموش بقالهم كتير جدا يمكن اكتر من سنه، وبيشعر إريكسن بالغضب نظرا لحصوله على احد اقل الرواتب في توتنهام هو 60,000 استرليني في الاسبوع الواحد. وقالت كمان تقارير اسبانيه في وقت سابق ان اداره ريال مدريد بتفضل التعاقد مع إريكسن على ضم باو بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وبيتوقع ان يميل توتنهام لبيع إريكسن الصيف اللي جاي قبل ما يخسر خدماته مجانا في نهايه الموسم الجديد. كمان موقع بطولات قال ان البرازيلي فيليب كوتينيو اتكلم عن اللعبه مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والاورجواني كمان لويس سواريز في صفوف الفريق الكتالوني. نشرت صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه تصريحات قال فيها ان من دواعي سروره البالغ ان تتاح لي الفرصه ان هو يلعب بجانب ميسي لرؤيه داخل ملعب او داخل غرفه الملابس لمعرفه ردود افعال النجم ده. وكمان عن سواريز فاكد كوتينيو سواريز شخص خاص بالنسبه لي، عندما وصلت لليفربول ساعدني كثيرا في التاقلم سواء مع عائلتي او اسرتي، ساعدني كثيرا، نحن نعيش معا لحظات عديده وهو شخص خاص بالنسبه لي ولاسرتي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.